بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابتدي الدرس النهاردة هعرفكم بالقناة بتاعتي وايه البرامج اللي موجودة فيها والكورسات اللي انا عملتها. اي فيديو انتوا بتفتحوه للقناة بيكون تحت الفيديو في صورة القناة اللي هي الصورة المفروض انا حطها ليا، وفي هنا اسم القناة اللي هو جرافيك ديزاينر، وفي هنا جنب السبسكرايب للقناة في جرس، الجرس ده بتدوسوا عليه تفعلوه عشان اي جديد انا بنزله او اي فيديو انا بنزله لازم تفعلوا الجرس ده عندكم عشان بتوصل لكم على الايميل ان انا نزلت فيديو جديد. بتدخلوا ازاي للقناه وتعرفوا ايه اللي موجود فيها؟ بتدوس على ايقونه القناه بالشكل ده، بيدخلك على القناه بتاعتي. القناه فيها هعرفكم اللي فيها، فيها الجزء اللي فوق ده اخر حاجة نزلت اللي هو كورس كامتازيا 9. الكورس ده انا خلصته. في عندنا كمان فوتوشوب سي سي وسي اس 6 برضو، كورس كامل بتدريبات موجودة فيه. في السهم ده ان انتم ممكن تحركوا السهم بيجيبوا بقية الدروس اللي موجودة، وفي عندنا كورس كامل اوتوكاد 2017 اوتوكاد 3 دي 2017 اوتوكاد 2017 اوتوكاد 3 دي 2017، وفي تمارين على كده انا هشرحها. وعندنا كورس كامل لبرنامج الرائع اللي هو افتر افكتس، وفي برضو تدريبات انا شرحها على البرنامج ده للحلقه. وعندنا في دروس البوتون واونلاين البرامج اللي هي موجوده اونلاين والحاجات اللي بتتحمل على الاندرويد، وفي موفي ميكر يعني واجهه القناه اللي موجوده زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتعملوا سبسكرايب لو مش مشتركين في القناه، بتعملوا من اسفل الفيديو. نبتدي مع بعض الدرس النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله هنشرح برنامج جديد، كورس جديد، برنامج بريمير 2017. اخر تحديث اتحدث ليه كان تقريبا في شهر ابريل اللي فات، وهنتكلم عن التحديثات بتاعته. يعني ده اخر تحديث او اخر نسخه موجوده لبريمير 2017. ان شاء الله هنشرح البرنامج زي ما انا بوعدكم دايما، يعني احنا بنشرح البرنامج اكننا ما نعرفش حاجه عنه خالص، يعني من المبتدئين للناس اللي ما تعرفش البرنامج هيتعلم الواجهه بتاعه البرنامج وكل حاجه موجوده فيه. يبقى انا بشرح البرنامج من البدايه بشكله بواجهته. هناخد نتعلم مع بعض خطوة بخطوة كل جزء في البرنامج بإذن الله. الكورس ينجح وإن شاء الله يعجبكم الشرح. أنا شرحت قبل كده من برامج أدبي فوتوشوب، آخر نسخ أنا شرحتها وموجودة عندكم في القناة، وعندي وشرحت كمان أدبي أفتر إفكتس 2017، وعملت كورس كامل ليه مع تدريب عملي، تدريبات عملية كتيرة أنا عملتها في فيديوهات على أدوبي أفتر إفكتس. النهاردة هنبتدي مع بعض. دي أيقونة البرنامج اللي هي بريمير، دي الأيقونة هنفتحها مع بعض. دبل كليك، أدي البرنامج عندي بيتفتح. هو فتح لي الواجهة دي، الواجهة العادية اللي بتتفتح في أي برنامج، نيو بروجكت او اوبن بروجكت. نيو بروجكت اللي هو مشروع جديد فاضي خالص وانا بنزل عليه الفيديوهات ونزل عليه الصور اللي انا عايز اعملها، واوبن بروجكت لو مشروع انا اشتغلته في البرنامج وبرجعه وعايزه اضيف عليه حاجات اعمل ايديتنج عليه. المهم ان ايه، انا هقول له نيو بروجكت، فتح لي ده. اهم حاجه عندي هنا بنعرفها اللي هو النيم، اسم المشروع اللي انا هعمله. فمثلا انا هكتب تيست، واللوكيشن حط فين على الكمبيوتر، بقول له براوز، وبقول له مثلا حطه لي على الديسكتوب في الفايل ده اللي اسمه فيديو، وبقول له سيلكت فولدر. خلاص الحاجات الباقيه دي هنعرفها لما نيجي نعمل اكسبورت او بنعمل تعديلات نهائيه في الفيديو، مش لازم احنا نعرفها دلوقتي. وبعدين هقول له اوكي، هيفتح لي البرنامج. هو بياخد وقت لان البرنامج طبعا تقيل على الجهاز. دي واجهه البرنامج او ده البرنامج بريمير 2017. متقسم الواجهه زي ما احنا شايفين اربع اجزاء، كل جزء هنتكلم عنه بالتفصيل.
الجزء اللي هنا اللي هو بروجكت، الجزء ده اللي انا بضيف الفيديوهات اللي انا عايزه اشتغل عليها او الصور او الموسيقى اللي انا عايزه اضيفها من جهاز الكمبيوتر بتاعي، فبعمل لها امبورت ميديا تو ستارت. وفي هنا حاجات هنشرحها لما نيجي ننزل فيديو ونشتغل عليه. فبس احنا متعرف على دي، ان انا ازاي ان انا اجيب الفيديو اللي انا عايزه اشتغل عليه او ان انا عايزه اضيفه او موسيقى عايزه اضيفها من الجهاز بتاعي، بجيبها عن طريق النافذه اللي هي او القسم اللي هو بروجكت. طيب اللي جنبيه على طول هنا تحت اللي هو التايم لاين، والتايم لاين ده زي ما احنا عارفين في كل برنامج مونتاج لازم يكون فيه جزء التايم لاين. جزء التايم لاين ده الجزء اللي انا بعمل عليه كل التعديلات وكل الشغل للمشروع بتاعي. الجزء اللي في الجنب هنا ده التولز، المفاتيح اللي انا بشتغل بيها وبتساعدني. الجزء اللي فوق هنا اللي هو بروجرام او الجزء اللي هو البريفيو، اي تعديل بعمله في التايم لاين بيظهر لي في الجزئيه اللي فوق هنا وبيظهر فيها نهايه الشغل بتاعي لما بخلصه بالمشروع اللي انا بعمله، بيظهر لي في الجزئيه دي، ده البروفيو بتاع المشروع اللي انا بشتغل عليه. طيب فاضل الجزء ده. الجزء ده انا لما باجي انزل بعمل امبورت للمشروع او للفيديو، لو عملت امبورت الفيديو بدوس عليه دبل كليك في جزئيه البروجكت، بيظهر لي هنا المشروع اللي انا بعمل عليه التعديل او الفيديو اللي انا بعمل عليه التعديل. كده احنا عرفنا الواجهه بتاعه البرنامج وكل جزء احنا بنستخدمه فيه. طيب هل انا ممكن احرك الاجزاء دي؟ ممكن انا اخد الجزء ده كده اهو احطه هنا بالشكل ده، ممكن ان انا احط ده هنا، يعني ممكن احنا نحرك النوافذ دي بالشكل اللي انا بقوله ده اهو، ونيجي على طرفها كده ونحركها بالشكل ده. كويس، عايزة عملتها وعايزة مش عارفة ارجعها تاني، بروح عند ويندو و ورك سبيس وبقول له ريسيت تو سيف لي اوت، رجع لي الشكل الاساسي بتاع البرنامج اللي كان موجود قبل كده. كويس، زي ما انتم شايفين انا عملت ايه، باجي عند الفاصل ما بين الاقسام او النوافذ دي البانل، باجي احرك يظهر لي هنا كده الخطوط دي، خطين صغيرين وسهمين، سهم يمين وسهم يسار، وبحرك بالشكل ده. نفس الكلام ممكن احرك لفوق لتحت لو انا عايزه اكبر جزئيه اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كويس، برضو ارجع على ويندو ورك سبيس واقول له ريسيت تو سيف لي اوت، رجع لي للشكل الرئيسي بتاع البرنامج. هنتكلم عن الجزء اللي احنا بنبتدي بيه اي شغل او اي مشروع هنبتديه، اللي هو ان انا ازاي اعمل امبورت من الكمبيوتر على البرنامج. عندي هنا الجزء اللي هو بروجكت، هنكبر هنا الجزء ده عشان اللي هنشرحه زي ما احنا شايفين كده. كده كبرناه عشان نعرف نشرح الجزئية دي. اول حاجة عندي اللي هي امبورت ميديا تو ستارت. انا هشوف دلوقتي هجيب فيديوهات، هدوس على امبورت ميديا تو ستارت دبل كليك، واختار الفيديوهات اللي انا عايزه اضيفها. فانا اختار الفيديو ده وبدوس على كنترول من كيبورد وبختار الفيديو ده، فانا اخترت اتنين اهو وبقول له اوبي، يبقى ممكن اختار كذا واحد مره واحده وانزله او بختار واحد واحد زي ما احنا عايزين. هو عمل لي هنا ادي اظهر لي الايه الفيديوهات. لو انا وقفت على الفيديو هنلاقيه ايه بيتحرك قدامي اهو زي ما احنا شايفين كده، برضو هنا لو وقفت على الفيديو نفس الكلام بيبين لي الحركة بتاعة الفيديو. كويس، طيب انا عايزة الفيديوهات دي احطها في فولدر، يعني اقسم ان انا لو عندي مشروع كبير لازم يكون منظمة المشروع، فازاي انظمه؟ يعني انا لو عندي كذا فيديو كذا صورة وكذا اوديو، ممكن ان انا احط اقسمهم واحطهم في فولدرات. ازاي بقى انا احط في فولدرات؟
هقول لكم. هو في طريقتين ان انا احط فيها الفيديوهات في فولدر. اول طريقه ان انا بدوس باليمين وانا واقفه في النافذه دي اهو، وبقول له نيو بن، وبسميه مثلا فولدر 1 مثلا، كويس، وبدوس كده خلاص هو سماهولي فولدر 1. بختار الاثنين بالشكل ده واهو، وباخدهم الاثنين على فولدر 1. لو دوست على فولدر 1 فتح لي نافذة تانية وفيها او مربع زي ما احنا شايفين، مبين لي فيه الفيديوهات اللي انا حطيتها في فولدر 1، كويس. دي طريقة. في طريقة تانية ان انا باجي من تحت هنا في حاجة اسمها نيو بن، هي نفس الحكاية. يبقى انا اما بعمل باليمين وبدوس على نيو بن، او عندي تحت هنا في ايه نيو بن بدوس عليها خلاص. ممكن ان انا اظهر الفولدر ده بالشكل ده اللي هو شكل قوائم، او بظهره برجع هنا في ايكون فيو بظهره على شكل اللي هو هيبني فيه شكل الفيديو. يعني لو عملت كده كويس ودوست كده جاب لي اسم الفيديو وهيديني الفريم ريت بتاعه وكل ما يخص الفيديو هيكون باين عندي هنا. لو جينا كده اهو، دي خصائص الفيديو كلها هتكون موجودة او ظهرالي لو دوست على اللي هي ليست فيو اللي هي القوائم بتاعت ان هو يظهر لي كقائمة. لكن انا لو عايزة اظهره شكل الفيديو بس بيظهره لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا عرفنا هنا الايقونات اللي تحت دي او الزراير الموجودة تحت دي بتتكلم عن ايه او بتشرح ايه. هنا بكبر وصغر، ده هي زوم، زوم ان زوم اوت. عندي جنب الفولدر هنا في نيو ايتم. نيو ايتم لو انا عايزة احط الفيديو اللي عندي ده عايزة ابينه في التايم لاين بعمل ايه؟ باجي اخد الفيديو بدوس عليه كده واسحبه لحد النيو ايتم هنا. هنشوف ايه اللي هيحصل. ظهر لي، لو احنا قفلنا دي كده ظهر لي هنا في التايم لاين. ممكن احنا نصغر ده كده شوية اهو، بادي ظهر لي الفيديو في التايم لاين وفي البروفيو بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين كده. لو شغلناه ادي الفيديو عندنا نزل. نزل الفيديو عبارة عن فيديو وصوت اوديو. طيب يبقى احنا كده عرفنا الجزئية اللي هنا دي في امبورت. لو كبرناها هنا تاني والحاجات اللي موجودة هنا library information effects، الحاجات دي مع التعديلات اللي هتتعمل على المشروع اللي احنا بنعمله هنشرحها بالتفصيل، كويس. يبقى احنا عرفنا الاساسيات اللي موجودة في الامبورت او في البروجكت. هنيجي بعد كده هنصغر ده خلاص. يبقى احنا عرفنا كده، عرفنا ازاي ان احنا ننزل الفيديو. دي احدى الطرق لتنزيل الفيديو. طب احنا عايزين نشوف طريقة تانية لتنزيل الفيديو، هنشوف مع بعض دلوقتي. ممكن انا احذف الفيديو ده بدوس عليه وبعمل ديليت من الكيبورد شيلته، كويس. هنيجي بعد كده هندوس دبل كليك وهندوس دبل كليك على الفيديو اللي موجود. هنشوف حصل ايه. جالي في الجزء ده اللي هو السورس اللي هو الفيديو الاساسي، ده الفيديو الاساسي وده والجهه الثانيه الفيديو اللي لما هنعدل عليه. يبقى احنا عندنا فيديو اساسي والفيديو اللي احنا هنعدل عليه. هنتعلم دلوقتي تاني طريقه ان انا انزل الفيديو في التايم لاين وظهر لي هنا في البريفيو. باجي مثلا اجي اول الفيديو كده واجي ادوس على الفيديو نفسه وافضل دايسه باليمين الماوس واسحب الفيديو وانزله عندي هنا تحت. يبقى دي كده طريقة تانية اتعلمتها عشان اضيف فيديو في التايم لاين. طيب انا لو عايزة اقص الفيديو ده قبل ما انزله او اخد جزء بس من الفيديو وانزله
في التايم لاين، انا مش عايزه الفيديو كله. خلاص اعمل ايه؟ لو احنا هنا عملنا اندو اندو وشلناه، وجيت هنا انا عايزه مثلا اخد مثلا من الجزء ده اهو، بدوس على العلامه اللي موجوده عندي دي اللي هي مارك ان، دي البدايه اللي انا هاخدها. انا خلاص مش هاخد اللي قبل كده، وبعدين اجي من هنا نفس وادوس على مارك اوت. يبقى انا هاخد الجزئيه دي بس اللي انا عايزاها. يبقى انا قصيت جزء من هنا وجزء من هنا، وهاخدها من البدايه بدل ما اقصها عندي في التايم لاين. كويس، واجي برضو اسحب واخدها هنا. هنشوف الفرق دلوقتي لو انا عملت كده ما جابليش الفيديو من اول. طيب انا عايزه اوريكم لو الفيديو من اوله هيبقى ازاي. هرجع مكاني كده واجي عند دي واسحب للاخر كده الفيديو كله اهو. لو انا بص كده في الجزء اللي انا قطعته، لو انا عايز الفيديو كله اهو بالشكل. يبقى احنا هنا فهمنا او عرفنا ازاي ان انا اضيف جزء من الفيديو او ان انا اضيف الفيديو كله. انا عايزه اضيف الفيديو من غير الاوديو، بحيث ان انا ممكن انا اغير الاوديو بعد كده. لو شلنا اللي احنا عملناه هنا اهو وجينا انا عايزه اضيف اهو الفيديو قدامي، انا عايزه اضيفه لوحده، بدوس على دراج فيديو اونلي، دراج فيديو اونلي اهو، دوست عليه وجيت وسحبت هنا. شايفين ما ظهرليش التراك بتاع الايه، بتاع الاوديو. طيب انا لو عايزه العكس، دراج اوديو اونلي، بدوس عليها وبسحب كده سحب لي الاوديو بس لوحده. يبقى احنا عرفنا ازاي ان انا اسحب اخد الفيديو من غير الصوت اللي هو نازل معاه، او اخد الصوت انا محتاجه الصوت وهركبه على حاجه تانية فباخده بالطريقه دي. طبعا هنا انا ممكن اصغر الشاشه واكبرها فيت كده، او 10% او 50% زي ما هي موجوده، ودي الاحسن. طيب احنا اتعلمنا هنا ازاي ان انا اخد جزء اللي انا عايزاه من الفيديو وانزله تحت. طيب ممكن اتعلم حاجه تانية، ازاي ان انا اقص الجزء اللي انا عايزاه من الفيديو بس عن طريق التايم لاين هنا. طب ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. عندي هنا التايم لاين، هنشيل الايه، الحاجات اللي احنا نزلناها دي، وهجيب الفيديو بالكامل هنا اهو. ممكن اوسع التراك عشان يبان لي اكبر من الشريط اللي تحت هنا ده اهو، بحرك اليسار يوسعهولي، لما باجي اليمين بيه بيصغر زي ما احنا شايفين كده. وده بينفعني لما باجي اقص جزء من الصوت او جزء من الفيديو، بيبان لي الاجزاء احسن وافضل. طيب احنا عايزين نقص دلوقتي الفيديو ده، هنقصه ازاي؟ قبل ما نقص الفيديو هناخد بس حاجه معلومات بسيطه عن الجزئيه اللي هنا. انا هعمل ميوت للصوت، انا مش عايزه الصوت يبقى موجود او واقف لحد ما انا اخلص الشغل عشان ما يمديش ازعاج، لان انا هنا لو جينا مشينا كده شايفين بيطلع معايا الصوت. لا انا هعمل له ميوت اهو للصوت، عملت له ميوت لما بقيت خضرة كده، عملتها ميوت قفلت الصوت. كويس. طيب انا هاجي عايزه اقص، اعمل ايه؟ اروح عند التول، الادوات اللي موجوده عندي، التولز اللي موجوده عندي هنا، في حاجه هنا اسمها رازر تول، بدوس عليها بروح عند الحته اللي انا وقفت عليها دي وبعمل وبقص بالشكل ده. عرفت ازاي نقص؟ هروح عند سيليكشن واحرك كده، اتحرك معايا الفيديو. كويس. طيب عايزه اقص حته كمان من الفيديو، انا مش عايزه الحته دي مثلا اهي لحد هنا، برضو اروح كده واقص
بالشكل. طب الجزء اللي في النص ده انا خلاص مش محتاجاه، وده اللي انا مش عايزاه، بعمل له لو دوست عليه اهو بعمل له ديليت، شلته. ارجع ادمج الاثنين مع بعض، ان انا بسحب الجزء ده هنا. يبقى احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نقص في التايم لاين هنا. اخر حاجه هنقولها في معلومتين انا هقولهم دلوقتي، معلومه منهم ان انا ممكن ان انا ما بينش البروفيو هنا الحاجات اللي انا بشتغل عليها. في هنا عندي العين دي ممكن ادوس عليها بتلغي لي الفيديو في الجزء بتاع البروجرام هنا، او ان انا ارجعها تاني كده. وفي ان انا ممكن احركه من مكان واحطه في مكان تاني، بوزيشن او روتيشن، ان انا اعمل روتيت ليه او اغير الانكر بوينت بتاعته. ازاي؟ ان انا بدوس، لازم ادوس عليه في التايم لاين هنا، وبقول له كنترول افكت كنترولز، فهيديني حاجه اسمها موشن فيها البوزيشن بتاعت الفيديو. ممكن ان انا احرك كده اهو، فيها السكيل ممكن اكبر واصغر، فيها الروتيشن ممكن الفه، الانكور بوينت ممكن ان انا اغير مكانها، الاوباسيتي ممكن ان انا اقلل من الشفافيه بتاعته او ازودها. بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، اول درس من دروس تعليم بريمير 2017. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس. انا اديت لكم النهارده شكل البرنامج ازاي ان احنا نتعامل معاه. ان شاء الله الدروس اللي جايه هتكون متقاربه، حاول انها ما تكونش كل اسبوع درس. اذا عجبكم الدرس لايك وسبسكرايب من اسفل الفيديو، ولايك وشير، ده بيفيدني في استمرار القناة بتاعتي. انتظروني في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.